سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنتشارك معكم واحد التحليه اللي كتجي لذيذه وكتجي توجد في واحد الوقت اللي بسرعه ما كتاخذش لنا وقت كبير وسهله. كنتمنى انكم تتبعوا معايا المقادير وتقولوا لي رايكم فيها، واش عجباتكم واش ما عجباتكمش، تخليوا لي في التعاليق وتقولوا لي رايكم. قبل ما نبداو التحليه ديالنا ونوريكم الطريقه وشنو فيها المكونات، غنوريكم كي دايره من الداخل. شوفي كي كيتجيب بعدا من فوق لتحت، كاين البنان كتجي واعره ونديده. خليكم معايا ندوزو المقادير البنات. هنا عندنا اطر ديال الحليب، نص كاس ديال السنيده السمراء، ونقدروا نديروا حتى البيض اللي عندنا متوفر في الدار. عندنا هنا جوج صاشيات ديال الفاني وقبسه ديال الملحه، اربعه المعالق ديال لاكريم باتيسيير، واذا ما عندكمش تقدروا ديروا النشا اللي متوفر عندكم في الدار. هنا عندنا البسكويت باش غنزين، عندنا شوكولا شيبس بيضه، وعندنا شوكولا نوار بغيت عي شويه، انا ما بغيتش نكثر باش يعطيني عي شويه ديال اللون. غناخذوا صاشيه ديال فلون ديال الكراميل ودانيس ديال الكراميل، وغناخذوا البنان غنديروه دواوه بحال هكا على هذا الشكل، وغادي نديروه في السيترون باش ما يكحاش لينا. التحليه كتجي زوينه واقتصاديه وكتوجد بالزربه، وحتى الوليدات الصغار كتعجبهم بزاف. غادي تجربوها غتعجبكم بزاف. دابا ناخذ هذا الكاس كبير ديال السنيده هو اللي غنصاوبوا به الكراميل. ناخذ شي طنجره بحال هكا وغنحطوا فيها السنيده. دابا غنخليها على عافيه مهيله تبدا تكراميليزا باش غادي نبدا نحرك فيها، ونزيد فيها الحليب. غناخذ ربعه ديال المعالق ديال لاكريم باتيسيير، حرك فيه تيتحل. هاد التحليه كتجي زوينه بزاف. نص لتر لاخر لا كيما كتشوفوا بدات كتكراميليزا، كنحركها بشي حاجه بحال هكا، شي معلقه ديال العود. هانتوما البنات، دابا شوفوا السنيده كي ولات كراميليزات. غنضيف فلون كراميل، غنضيفو حتى هو، نحرك مزيان. دابا السنيدة ها هي تكراميليزات. دابا غنضيف عليها الحليب اللي فيه فلون ديال لاكريم باتيسيير. تاخذوا السكر الاسمر، شوفي كي يجي كيعطي لون زوين. ودابا غنضيف عليها الحليب اللي فيه الفلون. واخا تبان ليكم السنيده ولات بحال هكا، ما تخافوش، راه غادي عي يبدا يسخن الحليب وغادي يذوب. لكن كتولي راه كتبان ليكم كلها قصات، ولكن ما تخافوش. دابا راه الكراميل راه داب لينا، دابا تبعوا معايا عتي عقد، وغادي نحطوه في الكيسه اللي غنقدموه فيهم. دابا نص كاس السنيده اللي ما درتهاش في الاول نسيتها، انا درتها دابا، ماشي مشكل، واخا ديروها حتى الاخر ما عندو ما يوقف. دابا البنات هو بدا كيختار. دابا غنضيف جوج صاشيات ديال الفاني اللي وريتكم. ها هو البنات دابا اختار. غندير الشوكولا
شوكولا شيب، سوا ندير شوكولا شويه ديال شوكولا نوار اللي وليتكم غيذوب عيف الحراره ديال هاد الحراره اللي طيبنا فيها. دابا غنزيد فانيل ديال كريم كراميل، ها هو نحاول نحركو بشويه بشويه حتى كيدوب مع بعضياتو. التحليه الماش كتجي واعره كما قلت لكم وما كتاخذش لنا وقت كثير. هذا الكيسان وغنبدا كنكف البسكوي بحال هكا، قياس بسكوي وحده، وغنشد البنان وندوره بحال هكا. غنبقاو بحال هكا الناس قدامنا حتى كنكمل البنان حتى كيدور على الكاس كامل. دابا سبت الكيسان درت فيهم كيما وريتكم البنان والبسكوي، ها هو دابا الشوكولا داب لينا. درت فيهم في الكيسان كنمسحو مزيان الخلا. دابا البنات دخلت التحلية ديالنا الثلاجة تبرد وانا معاكم. دابا البنات غندير واحد الكلاصاج باش نزينو به التحليه ديالنا. هنا فاض عندي الحليب باش نزيد عليه شوكولا نوار. هاو دابا الشوكولا ثم البنات بالنسبه للتزيين دابا غندير الكاكاو شويه نزينو به، وهنا غنديروا الكلاصاج شويه نزينو به، كنعاودو ندخلوه للثلاجه حتى كيشد لينا الكلاصاج مزيان وكنخرجوه ناكلوه. التحليه ديال اليوم وجدات كما كتشوفوا كتجي ساهله وكتجي لذيذه بزاف وما كتاخذش لنا وقت كثير. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتابوناو ليا وديروا ليا لايك وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي، وشكرا لكم بزاف.